بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة صف الرابع ابتدائي، ازيكم حبايبي؟ هناخد النهاردة ان شاء الله تقييم الأضواء على الدروس من 1 لـ10. مستعدين يا ولاد؟ ركزوا معايا كده عشان تبقوا شاطرين. شايفين هنحل هنا على ايدنا اليمين، وهنا السؤال موجود على ايدنا الشمال. هنا بيقول تقدير العدد 463,290 من أول رقم من اليسار. أول رقم من اليسار هيكتب زي ما هو، ده التقدير يا اولاد مش التقريب، خدوا بالكم. وليه التقدير؟ يبقى اول رقم هو قال لي عليه كتب زي ما هو، والباقي هيتكتب اصفار. يبقى تقدير العدد من اليسار 400,000. دي رقم ألف. رقم باء، القيمة المكانية للرقم 7 في العدد. هنا العدد يا شباب يا اولاد يا حبايبي متقسم مجموعات. هنا 170 في مجموعة الملايين، يعني 170,214,325. عايزين نجيب القيمة المكانية رقم 7. السبعة هنا مكانها فين؟ هنا الملايين وهنا عشرات الملايين. يبقى القيمة المكانية دي 7، أقول له عشرات الملايين. رقم جيم، 10 أمثال للعدد 7 في خانة الألوف تساوي نقطة. من الشاطر يقولها رقم جيم؟ 10 أمثال العدد 7 في خانة الألوف، يعني 10 هتتضرب في 7 في خانة الألوف اللي هي 7,000. يعني 10 أمثال العدد 7 في خانة الألوف، يعني 10 مضروبة في 7,000 هيديني 70,000. خد بالكم من الأسئلة دي يا ولاد. يبقى 10 أمثال العدد، يعني 10 مضروبة في العدد. العدد ايه بقى؟ قول لي 7 في خانة الألوف اللي هي 7,000، يبقى 10 في 7,000 ب70,000. السؤال ده، يجري خالد مسافة قدرها 6,532 متر، فإن تقدير هذه المسافة بيساوي كام متر؟ احنا اتفقنا التقدير بناخد الرقم اللي على الشمال زي ما هو، والباقي بأصفار. العدد 6,532 ده كان متر، التمييز بتاعها متر يا ولاد. التقدير بتاعها بيساوي كام متر؟ يبقى هنكتب الستة زي ما هي، ونكتب جنبها 3 أصفار، يبقى 6,000 متر، ده التقدير بتاعها. طيب رقم هاء، العدد 8,005,766، أنهي واحدة في الاختيارات يا ولاد؟ تعالوا كده نكتب العدد مع بعض. ويقول لي 8 ملايين، يعني هعمل 3 أطباق. هنا طبق المليون اهو يا ولاد، 8 ملايين، نكتب هنا 8 في خانة الملايين، و5,000، 5 في خانة الألوف، وننزل جنبها 0 اهو، و766. يبقى احنا هناخد الإجابة بتاعتنا، هنختارها. بصوا كده الاختيارات، شايفين الاختيارات يا ولاد؟ ها، الاختيار بتاعنا هيبقى رقم 3. هنختار اختيار 3 للسؤال بتاعنا رقم هاء. فهمنا كده السؤال الأول. السؤال الثاني، أكمل ما يأتي. رقم ألف، العدد 5 عشرات. ها، 5 عشرات، يعني 5 وجنبها ايه يا ولاد؟ جنبها 0. يبقى 5 عشرات ب50. 700، 7 وجنبها 0، 700. 9 ألوف، 9 وجنبها 3 أصفار. فهمنا يا ولاد؟ دي كنا بنقول عليها، بنقراها بالإنجليزي في كتاب الديسكفري، 50 700 9000. تمام. طب السؤال اللي بعده بيقول 20 10، اللي هو رقم ده يا اولاد. احنا اللي لنا الف وب وجيم، والمره دي في ده اهو، بيقول 20 10. 20 10 نكتبها ازاي؟ 20 نزود جنبها 0 تبقى 200. يبقى 20 10 دي اللي هي 200 او 200. طيب السؤال ها، حاجات سهله خالص اهي. 60 100، 60 100، ها، يعني 60 وزود جنبها كام صفر؟ 0. طيب 6,000. طيب السؤال واو، 30,000. 30,000
30 ألفا، 30 وجنبها 3 أصفار لأن قال لي كلمة ألفا. تمام. طيب رقم زين هنا بيقول لي 510. ال510 دول يا ولاد بيساوي نقط آلاف. هنعمل ايه؟ من الشاطر يقول لازم نحل الأول 510 دي. الأول حاجة نجيب الناتج بتاعها، 510 يعني 500 ونزود جنبيها صفر، كلمة 10 هنزود صفر، يعني 510 دي اللي هي 5000. نكتب هنا 5 بس، يعني يقول لك كام آلاف؟ تقول له 5000. طيب السؤال ح، شايفين يا ولاد ح بيقول ايه؟ 700 مائة. ها كان بيقول لي 700 مائة بتساوي نقط ألف، بنزود صفر وبعد كده بنعمل مائة بتزود كم صفر؟ كلمة مائة بنزود صفرين، يعني 700 كده ونزود جنبها ايه؟ صفرين كمان. طب قول لي كام ألف؟ الألف دي هتحذف كام صفر من العدد اللي طلع 3 أصفار؟ متبقى عندي ايه؟ 70 بس. يبقى 700 مائة اللي هي 70 ألف، 700 مائة 70 ألف. السؤال اللي بعده أولاد، 200 ألف بتساوي نقط، أقول له 200 ونزود جنبها 3 أصفار تبقى 200 ألف. السؤال اللي بعده يا أولاد بيقول لي قدر كل عدد من الأعداد الآتية باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار. يبقى إحنا هنعمل إيه؟ هنجيب الرقم من اليسار نكتبه زي ما هو والباقي يتحول أصفار. يعني السؤال الأول عندنا ده 54172، يبقى هنكتب 5 ونزود على اليمين كام صفر؟ قد كده 4 أصفار مش كده؟ يبقى السؤال الأولاني أهو والخمسة ونزود جنبها 4 أصفار، 1 2 3 4، تمام؟ بقت 50 ألف. طيب رقم ب، هنا العدد برضو نفس الكلام اللي هو 145263، يبقى نكتب الرقم اللي على الشمال زي ما هو 1 ونزود على يمينها 1 2 3 4 5، بقت 100 ألف، وهكذا. تمام. وكذلك رقم ج ورقم د. تعال بقى نشوف رقم ه. هنا بيقول اكتب العدد 366,900,000. هنعمل 3 أطباق لانه قال لي مليونا، يبقى 366 مليونا، 366 مليونا، اهي 366 مليونا، ماشي. وعندي ايه تاني؟ ها و900,000 و900 ايه 1000. تمام. يبقى السؤال رقم ه هيتكتب اهي يا ولاد بالصوره دي، تمام، 366,900,000. طيب السؤال رقم واو، السؤال واو يا ولاد بيقول ايه؟ 2 زائد 300 زائد 5000 زائد 800,000 زائد 8 مليون. هنا يا ولاد هنعمل اطباق عشان عندي مليون، الاتنين في الاحاد، اتنين في الاحاد، بعد كده خانة العشرات مفيش موجود يا ولاد، انت عندك 300 يعني 3 في المئات، شايفين؟ يبقى العشرات بصفر. بعد كده 5000، نكتب 5 في خانة الالاف، 800,000، 800,000 يعني 8 في خانة مئات الالوف اهي، ومزودين صفر هنا عشان مفيش عشرات الوف. وبعد كده 8 مليون، يبقى 8 في خانة مليون هنا. السؤال رقم زين نفس الكلام يا ولاد، هنعمل 3 أطباق. الرقم الأول 8 في العشرات، 8 في 10 يبقى 8 في العشرات، 5000 يعني 5 في خانة الألوف، يبقى الخانة المئات مش موجودة والأحاد مش موجودة. اللي بعدها 5 في عشرات الألوف، يبقى 5 كمان في خانة عشرات الألوف، 3 في خانة مئات الألوف، يبقى 3 في مئات الألوف كده. يبقى عدد الناتج 355,080، يبقى مش هنكتب حاجة على الشمال. السؤال رقم 4، الصيغة المضادة كلنا عارفين يا ولاد بنفك كل رقم حسب قيمته العددية. يعني مثلا العدد الأولاني 735,426، ده يتفك ازاي؟ هاخد الرقم الأولاني 6 ده في الأحاد اهو، 2 في العشرات ب 20، 4 في المئات ب 400، 5 في الآلاف ب 5000، 3 في عشرات الألوف تبقى 30,000، 700,000 تبقى 700,000، وهكذا. يبقى انت كده خلاص، كده خلصت كل السؤال يتحل بالصوره دي. طب لو صفر، الصفر قيمته العدديه بصفر، ماشي. السؤال اللي بعده يا اولاد بيقول لي قرب لاقرب مائة. احنا عارفين يا اولاد عشان نقرب لاقرب مائة بننزل صفرين ونشوف خانه المئات، الرقم اللي قبلها لو كان 5 او 6 او 7 او 8 او 9 هيعطوا 1،
لو كان صفر او واحد او اتنين او تلاتة او اربعة مش هيعطي حاجة. تمام؟ فتدريب تلاتة ده هنحله مع بعض يا اولاد. خلاص هنحل كده العمود اللي على اليمين ده اللي هو الف، واحنا نازلين كده واسيب لكم الباقي دي وتحلوها. ماشي؟ بص معايا كده العدد هنا 74,325. عايزين نقربها لاقرب ماء. اقرب ماء بننزل صفرين، اقرب ماء بننزل صفرين، احاد عشرات مئات. الاثنين تدي حاجه للثلاثه؟ ما تديش، تبقى ثلاثه زي ما هي، وبعدين ننزل لاربعه، وبعدين ايه؟ السبعه. طيب دال. السؤال اللي بعده، ها؟ 72,681. ده اقرب ماء، يبقى هننزل صفرين، احاد عشرات مئات. الثمانيه تدي للسته ولا لا؟ ولاد انتوا معايا؟ التمانية تلاتة للستة يا ولاد، تمانية رقم كريم، ها؟ بيعت الستة، الستة تبقى كام؟ تبقى سبعة يا ولاد. الأرقام اللي بتاعته واحد اللي هي الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. أيوة ركزوا معايا كده. هنا خانة المئات اللي هي الستة، التمانية تديلها تدي للستة، الستة تبقى كام؟ ها؟ تبقى سبعة. الستة تبقى كام يا ولاد؟ سبعة. سبعة، هم كاتبين سبعة كده. وننزل بقية الأرقام اللي على الشمال زي ما هي، فيبقى الأقرب ماء 72,700. طيب السؤال اللي بعديه زين، العدد 3,995. قرب لأقرب ماء، هننزل يا أستاذ صفرين، أحد عشرات مئات. التسعة رقم كريم ولا لأ؟ تسعة رقم كريم، يدي للتسعة دي تبقى إيه؟ تبقى عشرة صفر، ونطلع بالواحد على اللي بعدها على التلاتة وأربعة. يعني محدش يكتب له عشرة كده، لأ، التسعة تبقى عشرة صفر وتطلع بواحد على اللي بعدها. السؤال رقم ياء، يلا يا ولاد، ها؟ 1865 كنا بنقولها في الديسكفري، 1865 فاكرينها؟ طيب هنا بقى عشان نبقى approximating اللي هي التقريب، يعني نقدر لأقرب ماء، أقرب ماء، ماء دي عن 100 approximating to the nearest 100، يعني قرب لأقرب ماء، كان في الديسكفري كده. ماشي؟ فلازم تعرف برضو ايه الكلمات بالانجليزي وانت بتحل. ماشي يا حبيبي؟ طيب approximating to the nearest 100 يعني قرب لأقرب ماء. السؤال ده بيقول لي قرب لأقرب ماء، هنقرب لأقرب ماء ازاي يا ولاد؟ هننزل صفرين كده من الأحاد عشرات مئات. الستة رقم كريم ولا لأ؟ ها قول معايا، قول كريم. يعطي اللي بعدها، يعطي للتمانية ده اهي، التمانية تبقى كام؟ التمانية تبقى تسعة. تسعة، ها؟ خلاص كده ولا ننزل الواحد بقى؟ ننزل الواحد. لازم الرقم اللي على الشمال ينزل زي ما هو. تمام يا حبايبي؟ طيب السؤال اللي بعده، التدريب اللي بعده يا ولاد، بيقول لي قرب لأقرب ألف. قرب لأقرب ألف. هي approximating to the nearest thousands. ماشي؟ لو بناخدها في الديسكفري الحاجات دي كلها لازم تعرف الارقام برضو تقراها بالانجليزي. ماشي يا حبيبي؟ تعالوا كده نقراه برضو بالعربي ونقراه بالانجليزي احنا متعودين كده عشان الشطاره، وما تنسوش برضو الارقام بتاعتكم. هنا يا اولاد لما نيجي نقرب لاقرب 1000 بننزل 3 اصفار، 1 2 3 اهم، او الاحاد عشرات مئات الاف. الصفر ده يا استاذ، الصفر اللي على اليمين هيديله حاجه؟ يعني انت حددت الالاف اهو، ده هيديله حاجه؟ لا مش هيديله، يبقى صفر ينزل زي ما هو، وبعدين التمانيه وبعدين اربعه. طيب يبقى الناتج 480,000، 480,000. هو كان اصلا 480,046 approximating to the nearest thousands، قربناهم لاقرب الف، يعني طلع 480,000، 480,000. تمام يا حبايبي؟ طيب النمره اللي بعدها دال. هنا عمل ثلاث مجموعات، مجموعة الملايين اهي شايفينها، 19,006,237، 19,006,237. مرة تاني، 19,006,237. يا ولاد عايزين نقربها لأقرب ألف، مين الشاطر يقول لي قرب لأقرب ألف ازاي؟ ها هننزل كام صفر؟ تلات؟
تصفار. تصفار او الاحاد، عشرات، مئات، الوف. الالوف عند اللي هي مين؟ الستة. الاتنين تدي لها حاجة؟ لا، تديش حاجة للست، تنزل ستة زي ما هي، وكل الارقام اللي على الشمال بتنزل زي ما هي. بقى 19,006,000 19,000,006,000. يبقى تاني يا ولاد 19,000,006,000، 19,006,000. طيب السؤال اللي بعده نمرة زين، 64,325. 64,325. 64,325. هنقربها لأقرب ألف. نزل يا مستر تلات زيروهات، أحاد، عشرات، مئات، ألوف. التلاتة تعطي الأربعة حاجة؟ ما تعطيش حاجة، تنزل الأربعة زي ما هي وجنبها الست. يبقى اعمل هنا approximating to the nearest thousands. طلعت ايه يا ولاد؟ 64,000، 64,000. لما نيجي نقرا بنسيب اول تلات ارقام ونقرا اللي بعدهم الفا. طيب النمرة اللي بعدها هي 1,993. 1,993. approximating to the nearest thousands. قرب لأقرب ألف. أحاد، عشرات، مئات، ألوف. اللي هي الواحد هننزل تلات صفار. التسعة هتدي الواحد ولا لا يا ولاد؟ تدي الواحد. أيوة، قول معايا، ركز معايا، ركزوا يا ولاد معايا. تدي لها الواحد يبقى كام؟ ها؟ اتنين. ها؟ فهمتوا يا ولاد التقريب؟ أيوة. لما أقول قرب لأقرب ألف هنعرف نحلها لوحدنا؟ السؤال اللي بعده يا ولاد تدريب خمسة. قرب لأقرب، تدريب خمسة يا ولاد، بيقول قرب لأقرب إيه؟ 100,000. السؤال رقم ألف، 637,051. عايزين نقربها الى اقرب 100,000. 100,000 يبقى نزل كم صفر؟ احاد، عشرات، مئات، الوف. عشرات الالوف، مئات الالوف، هشوفه بقى. يقول احاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، اهو. تمام. السبعة تدي للستة ولا لا؟ السبعة تدي للستة. ستة تبقى كام؟ الستة تبقى سبعة. يبقى احنا قربناها لاقرب 100,000. طيب الرقم اللي بعدها على طول تحتها جيم. احنا بنحل العمود يا اولاد اللي على اليمين، انت بتحل على الشمال، ماشي؟ جاب له العدد 196,517,897. عايزين نقربها لاقرب 100,000. احاد، ادي كام على احاد؟ عشرات، مئات، الوف. عشرات الالوف، مئات الالوف عايزينها بقى. يلا نشوف، احاد، عشرات، مئات، الوف، الوف، مئات الالوف. الخمسه يا واحد هتعطيني ولا لا؟ لا، مش هديك حاجه. يبقى 5 زي ما هي، وال6 وبعدين ال9 وبعدين ال1. تمام، دي جيم. طيب هاء، العدد 81,427,993. مئات الألوف اللي هي الأربعة، هنزل أحاد، عشرات، مئات، ألوف. عشرات الألوف، مئات الألوف بقى اللي هي الأربعة. الصفر يديلها، الاتنين تديلها حاجة؟ ها؟ لا، تديش يا أستاذ. تبقى 4 زي ما هي، وننزل واحد وجنبيها التمانية. طيب زين اللي بعدها، ها؟ 199,929,999. يلا يا ولاد نقربها لأقرب 100,000 تاني. 100,000 اهي، هي التسعة. هخلي على اليمين كله صفار، 1, 2, 3, 4, 5، 5 صفار. يا ولاد الاتنين هتعطيها حاجة؟ هتعطيش. تبقى تسعة زي ما هي، وننزل بقية الديجيتس زي ما هي هنا.
ماشي، بقيت الأرقام زي ما هي، هيطلع الناتج 199,900,000. طيب تدريب رقم 6 يا أستاذ، هنعمل إيه؟ بيقول لي قرب لأقرب عشرات ملايين. طيب يا أستاذ عشرات ملايين برضو نفس الطريقة، يعني هنشوف الخانة اللي فيها عشرات الملايين فين ونحددها ونشوف اللي قبلها يعطيها ولا لأ. تعالوا كده نحل يا حبايبي. رقم ألف، هنا العدد بيقول لي 216,216,216,296. هنقربها لأقرب عشرات الملايين. عشرات الملايين هي الواحد اهي، يبقى كل اللي على اليمين ده صفار. عندك 3 1 2 3 4 5 6 7، 7 أصفار، 1 2 3 4 5 6 7. الستة تدي الواحد ولا لأ؟ تديه. أيوة، الواحد يبقى كام؟ 2. بسرعة ها وننزل اللي بعدها. طيب رقم ب ولا جيم؟ حل جيم اهي. هنا بيقولوا نفس الكلام، 999,519,901، 999,519,901. راح بقى نقراها يا اولاد بالانجليزي تاني، بنعمل ايه ديفايدد كده عشان اللي ناخدها في الديسكفري يبقى فاهم الارقام كويس. اقولها تاني، 999,519,901. كل ده يا استاذ هو كان بيقول لي قرب لاقرب عشرات الملايين. يبقى عشرات الملايين اللي هو كان الناين، 9 شايفينها؟ كل اللي على اليمين يبقى اصفار زي اللي فوق، 1 2 3 4 5 6 7، كل اللي على اليمين هيبقى اصفار. واجي عند الديجيتس ده اهو اللي هو في خانة عشرات الملايين، اشوف اللي قبلها يا ترى لا هيعطي له 9 3 9، تبقى 10 0، وتطلع واحد على اللي بعدها على 9 تبقى ايه؟ 10. طب يا استاذ عشان هنقراها هتقسم العدد اللي قدامك لمجموعات، طلع في الاخر واحد ايه؟ 1 مليار او بليون، الاخير ده مليار او بليون، فهمنا؟ طيب تعالوا نشوف قرب لاقرب بليون. تدريب رقم 7، قرب لاقرب ايه؟ مليار. بليون، بليون يعني مليار، هي اسمها مليار او بليون ماشي؟ اه بليون اسم جديد ماشي، عارف انتوا مش متعودين على الحاجات دي، هي كلمة مليار هي نفسها كلمة بليون، خلاص؟ هي بسيطة وانتوا شطار هتعرفوها. يلا يا حبايبي تدريب رقم 6، هنحل برضو ألف. يلا يا ولاد، هنا بيقول لي 1,600,000 كام يا ولاد؟ اقرأ كده أرقام كويس، هكتبها تاني اهو، 1,653,264,318. خمة المليون مليار اهي الواحد، يبقى انت هتنزل 9 أصفار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتشوف الستة تعطي الواحد ولا لأ. رد يا حبيبي صوت عالي. ها؟ تدي ده الواحد بقت 2، شاطر. طيب رقم ب، رقم جيم، يلا اللي تحتها. ها؟ تعرف تقرا العدد ده؟ تعرف تقرا؟ 999,000,000. فين انت بتقرا ان هي؟ جيم. لا احنا في السؤال 7، تدريب 7 يا اولاد. مركزين معايا؟ احنا في تدريب 7 اللي تحت اللي هي جيم، شاور بقى على رقم جيم كده. ايوه، 1,900,000. لا ركز يا حبيبي احنا هنا يا ولاد، اللي انا كاتبه على الشاشه بص كده يمينه. ها ها اقرا كده، 1,162,194,000. و لا كده خلاص، خلاص يبقى تاني، 1,162,194,000.
تعالوا نقربها لأقرب مليار. فين المليار هنا؟ ها اللي هو الواحد هينزل زي ما هو، لأن الواحد مش هيديله حاجة اللي قبليه. الأرقام اللي بتاعته واحد اللي هي الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة، اللي ما بيعطيش الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة، يبقى الواحد مش هيعطي وهينزل صفر، وكل اللي على اليمين هيبقى صفارها. بس كده قربناها لأقرب إيه؟ لأقرب مليار. كده نكون خلصنا يا ولاد مسائل المراجعة على التقرير من كتاب الأضواء. أتمنى أكون فهمتوا يا حبايبي، ربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.